تحية لكل مشاهدينا وكل متابعينا عبر هذا الصباح، دعوة للمتابعة عبر فقرات صباح الشروق والقطاع الخاص، واحد من القطاعات المهمة في السودان الفترة المقبلة لتعزيز الاقتصاد وإدراك عجلة النمو لكل مستويات السودان في كافة المجالات المختلفة. كيف نهتم بهذا القطاع وكيف نقدر نتعامل مع هذا القطاع بكل سهولة؟ وأنا بفتكر أنه واحد من القطاعات المهمة الداعمة لكل المجالات السودانية. سعيدة جدا أن أتكلم في هذا الموضوع عبر ضيفي الباش مهندس أسامة حسن الطيب، حضور من خلال هذه الحلقة في بلاد صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا، وسعيدين بالحضور إلى قناة الشروق والتحدث إليكم وإلى مشاهديكم. شكرا جزيلا. في قطاعات مختلفة في السودان زي ما أنت عارف، لكن إذا تحدثنا بلغة أكثر مفهومية عن القطاع الخاص وتقريب الصورة أكثر للمشاهد الكريم. القطاع الخاص السوداني هو أكبر مخدم في شعب في 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 دولة السودان أو في جمهورية السودان. المسجل التجاري عنده 23,000 شركة محدودة مسجلة، عنده 111,000 اسم عمل، والمحليات المختلفة في مدن السودان المختلفة تستخرج مئات الألوف من الرخص التجارية اللي بيمارسوا العمل التجاري. نحن نقدر عدد العاملين في القطاع الخاص السوداني بين 5 مليون و500 ألف إلى 6 مليون مواطن سوداني. يمكن دي كلها بتعمل على خدمة المواطن السوداني. نعم. ويمكن المؤسسات أو القطاعات الخاصة في المجتمع السوداني هي بتعمل شراكات مع المواطن السوداني ومع الجهات ممكن تكون أو المؤسسات الحكومية لدفع عجلة الاقتصاد. أهمية تقوية والاهتمام بهذا القطاع خصوصا نحن في فترة جديدة وفي عهد جديد، من خلال المنابر المختلفة ممكن نتكلم عن دعم الاقتصاد السوداني، دعم الأسرة البسيطة الصغيرة في البيت. القطاع الخاص هو القطاع الخاص هو حس روح الاقتصاد السوداني، هو العجلة المحركة لكل الأدوات الانتاجية، سواء كان صناعة، سواء كان زراعة، سواء كان البصل اللي بيطلع به المواطن من بيته يصل به مكان عمله، دي كلها بيدير القطاع الخاص الآن ويستثمر فيها القطاع الخاص. والمطلوب انه زياده هذا الاستثمار وتقويته وتشجيعه كذلك، وتشجيع رساميل خاصه من سودانيين عاملين بالخارج عشان يستثمروا لنا في 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 مجالات اخرى ومجالات متنوعه تنفع وتنفع البلاد. اكيد هي من الناحيه الخاصه حيزيد دخله، وكذلك بيكون في قيمة مضافة للمجتمع. لاحظنا في مجتمعاتنا السودانية فكرة العمل الخاص والتجمعات بالنسبة لأصحاب العمل والاهتمام بالمشروعات الخدمية في السودان، فإذا نظرنا لها بنظرة ثاقبة بنلقى أنه لابد من هيكلة هذا النظام عشان يستفيد منه كل أفراد المجتمع السوداني. هو عشان ياخذ الدفعه القويه بتاعته يحتاج الى تشريعات، يحتاج الى اعاده النظر في قوانين كثيره، يحتاج لانه الحكومه او الدوله تنظر له كمكمل لها وكشريك لها، ما تنظر له كجهه سهله الجبايه منها او سهله اخذ الضرائب والعوائد ومشاكل ذلك. في كثير من المشروعات، يعني في ناس ثقافة زادت انك انت تعمل لك اسم عمل عشان تدير مشروعك وعشان تكبره الحاجة دي. في ناس كثيرين بيعملوا مشروعات لكن ما بيركزوا على انه يكون في اسم عمل قائمين عليه، وعشان كده دائما بيقعوا في مشاكل الضرائب والمشاكل المختلفة اللي بتقع على عاتق المواطن السوداني. كيف احنا نصحح المفهوم ده بالنسبة للناس اللي عايزين يعملوا في هذه المشروعات ويدفعوا الاقتصاد؟ هو اصلا المواطن السوداني والقوانين السودانيه، يعني اول قانون صدر للتجار تاريخه 1930. في 1930 نحن كنا تحت الاستعمار الانجليزي او الاستعمار الانجليزي المصري، ده القانون اللي صدر
عشان ينظم العلاقة بتاع التجارة والتجار وكيفية استخراج الرخص. 1930 أول قانون صدر لتكوين وإنشاء وتأسيس الشركات الخاصة صدر في 1925، وظل القانون قانون الشركات ل 1925 ساري المفعول حتى 2015، تم تعديله فقط في 2015 عشان يواكب المستجدات اللي حصلت في سوق العمل السوداني. طيب فعلا في ناس يعني منتظرين يعني من خلال الهيكلة ومن خلال التنظيم ومن خلال تجمع أصحاب العمل بأنه فعلا تكون في قوانين مفعلة ومستثمرة، هل فعلا القوانين دي في محلها وهل فعلا في تفعيل لهذه القوانين أو مجرد حبر على ورق؟ لا مش حبر على ورق، في المسجل التجاري ده يحكم كل الشركات المحدودة اللي بتعمل في السوق السوداني، ويحكم كذلك كل أسماء العمل اللي بتعمل في السوق السوداني، وهو يعني عنده إرث قانوني وعنده داتا وعنده إرشيف ضخم جدا جدا، وحصل تطوير وتحسين في أداء المسجل التجاري بشكل إيجابي. هذه مش الإشكالية، القوانين سواء كان تسجيل الشركات أو تسجيل أسماء الأعمال أو استخراج الرخص التجارية ما فيها إشكالات كبيرة، وكل البيزنسز المحترمة بتسجل في الحكاية دي. لكن في خلال الثلاثين سنة اللي فاتت دي زي ما لاحظنا حصل انهيار كامل لمنظومات كثيرة في الدولة، ومن ضمنها نشأت كثير من الممارسات الغير جادة ومضرة بالاقتصاد ومضرة بالأفراد والأشخاص نفسهم. فنحن من ناحية إنه في سيستم موجود، في سيستم موجود، المطلوب تفعيل السيستم ده بشكل بروبر، المطلوب إنه التنظيمات العمل اللي هي تنظيمات نقابية أهلية يكون عندها دور أكبر. مثلا اشتراط إنه ما في رخصة تجارية تستخرج إلا باستيفاء شرط التسجيل في الغرفة التجارية المعنية في المدينة المعنية أو في القرفة القومية. هذا الشرط إذا فعل أنت حتخد أي زول عايز يمارس عمل تجاري حتخده تحت نظرك طوالي، ولما تخده تحت نظرك طوالي أنت بتقفل الباب في التهريب الضريبي، بتقفل الباب في التهريب الجمركي، بتقدر بيكون عندك بدل يكون عندك حسدية بتتعامل مع 200,000 مسجلين تتعامل مع 2 مليون، بدل الضرائب اللي بيدفعوها عليك حسه دي بيدفعوها عليك 200,000 دي حيدفعوها عليك 2 مليون. لما يكون عندك 2 مليون تاجر بيدفعوا ضرائب حتخفف على 200,000، والشكوى الموجوده من رجال الاعمال او اصحاب الاعمال بتقل. هذه الطرق الاساسيه، توسيع التسجيل، توسيع المظلات الضريبية، إحكام المسألة دي بالتفتيش وبالرغابة وبالمراجعة. طيب أنا عايزة أعمل اسم عمل أو عايزة أسجل شركة يعني كمواطن سوداني وعندي أهداف كثير ومشروعات مختلفة، في ناس بتقول لك والله الفترة الزمنية عشان أنا أسجل عشان أمشي وأجي بتلاقيني معوقات. المعوقات ممكن تكون داخلية داخل الغرف التجارية أو ممكن تكون خارجية، كيف أنا أتلافاها؟ هي انت ما مفروض تكوني مهمومه بانك كيف تتلافيها، مفروض الاجسام اللي بتعمل التسجيل دي هي اللي تخلق طرق اداريه سهله، والطريق المقترح منذ سنتين او 3 سنين هو النافذه الواحده للتسهيل، انه يكون في نافذه واحده لتسجيل اسم العمل او استخراج الرخصه التجاريه او تسجيل الشركه المحدوده. اذا في نافذه واحده انت بتمشي ليها وبتقضي امورك كلها فيها، يبقى انت مفروض في وزن 24 48 hours تكون
خلصتها 140 ساعه بالكثير بالكثير، لكن امشي وتعالوا، مش امشي وتعالوا بس، امشي وتعالوا في مناطق مختلفه، واطلع وانزل واطلع وانزل والموظف جا وما جا والشبكه والقصه الجديده اللي جاتنا دي بتاعت الشبكه مرقت والشبكه دخلت وما بعرف كيف يعني المساله دي يعني. طيب احنا نجيب شويه في البعد الاجتماعي لاصحاب العمل وللقطاع الخاص تحديدا، ونتحدث ايضا عن الشراكه مع المجتمع المدني، كيف تكون فاعله؟ هو اصلا يعني شراكه القطاع الخاص من اجدادنا كان دائما الصباح بدري اول ما يجي التاجر دكانه الدرج الفوقاني ده بيجيب فيه الفكة يخدها، وكان الدرج ده لما يجي اخر اليوم بعد ما يصلي الظهر بيكون فضة. دي نوع مبسط من 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 كيف ال 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 التجار السودانيين كانوا بيتفاعلوا مع المجتمع، وكانت كل ال 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 المؤسسات الكبيرة والعوائل الكبيرة وتسمعي انه مثلا مستشفى فلان الفلاني للسكري، مستشفى مين في المنطقة الفلانية، كل التجار السودانيين ديل كانوا مدارس كثيرة في أنحاء وغرى في السودان بنوها تجار سودانيين، مستشفيات بنوها تجار سودانيين لا حدود لها يعني. يعني حقيقة المساهمة اللي ورثناها نحن من أجدادنا وآبائنا مقدرة جدا جدا. وحس دي الأجيال الحديثة اللي خشت في العمل زي تجمع أصحاب العمل السوداني اللي منضمين له ونحن ديا مثلا لما حصلت الكارثة في الجيلي وانهارت تقريبا 100% من المنازل، فبادر التجمع ديا ومشى الجيلي وعمل حصر مبدئي للدمج الموجود الخسائر الموجودة، وقررنا انه وفي الاول بدينا في مواد غذائية وسكر وغيره، وبعدين لقينا انه حتى الناس اللي ودينا لهم السكر والمواد الغذائية دي ما قاعدين في الشارع، نعمل شنو الخطوة الجاية شنو؟ لابد من انه نشارك في البناء. فقمنا طوالي مشينا في انه ندي كل زول بلوكات اسمنتيه ونديه رمله ونديه خرسانه ونديه اسمنت، ونجحت الفكره، وحس معظم الناس ديل بنوا اقل شيء كل واحد ستر روحه بحوش واوضه وكده يعني. لكن ستيل في مشاكل كثيره في المناطق دي محتاجه لدعم ومحتاجه لمتابعه. يمكن دي واحده من الشراكات بين المجتمع المدني والقطاع الخاص. هنتكلم عن شراكه ثانيه مهمه، الحكومه الانتقاليه وبرضه شراكتها مع القطاع الخاص والعمل على التطوير ايضا، خصوصا احنا زي ما قلت لك في فكره وعهد جديد محتاجين كلنا نتكاتف عشان ندعم الاقتصاد السوداني. نحن طارحين مبادره كبيره وتحتها مبادرات صغيره، اللي هي في مؤتمرنا الليله ان شاء الله في قاعه الصداقه الملتقى التشاوري بين الحكومة وبين القطاع الخاص، طارحين حنبنيه، وحنبنيه دي نحن قاصدين بها يعني عدة أشياء. حنبني السودان كيف؟ حنبنيه حس نحن عندنا مشاكل آنية شديدة وعندنا مشاريع مستقبلية. نحن بنتطلع للقطاع الخاص يتبنى تطوير المدن الصناعية الموجودة ودعمها وفتح فرص عمل جديدة للشباب والدخول في مجالات جديدة وحل المشاكل الموجودة في الحكاية دي في الطاقة مثلا. يعني أكبر مشكلة موجودة عندنا في الصناعة الطاقة، بدون طاقة يعني احنا ما بنقدر ننتج ما بنقدر نصنع، فدايرين نخش في شراكات. كثير من البلدان المضطرة بتستخدم الطاقة الشمسية، يعني احنا الآن ما قادرين نحصل على هذا المشروع. الطاقة الشمسية من أسهل الحاجات يعني، لأنه هي الشمس موجودة 24 ساعة في الشتاء وفي الصيف وفي الربيع. طيب اللي بنحكي احنا نستخدمها يعني لأنه بتجينا مشاكل، المويه بتقل، الكهرباء بتقطع، عندنا مشاكل زي دي بتحصل لنا خلال العام.
هي حقيقة يعني فور اور باد لك يعني انه حصلت مشاكل في الحتة دي، يعني انت ممكن تتخيلي انه في منتصف ده كانت دي جزء من المشاكل في في منتصف الثمانينات كان في مصنع لصناعة الخلايا الضوئية لاستخراج الطاقة الشمسية في سوبا، وكان بيدير المركز القومي للبحوث، وحس لو افتكر ما شغال يعني، لكن لابد من انشاء منشآت صناعية عشان تصنع الكومبوننتس او الاجزاء المختلفة اللي بنحتاج لها للطاقة الشمسية. دي جزء من المشروعات المهمة المحتاجة لشراكة ووقفة، لكن احنا نجيب في عشان زماننا في الملتقى ونتحدث عن الزمان والمكان ونعمل دعوة للحضور من خلال صباح الشروق. ملتقى تشاوري بين القطاع الخاص والحكومة الانتقالية، هو القصد منه انه وزراء الاقتصاد القطاع الاقتصادي يجونا في الملتقى دي، والمرة دي نحن دارين نقلب المعادلة شوية يعني. عادة نحن دائما عندنا مطالب، دايرين نخفضوا لنا الجمارك ودايرين الرسوم ودايرين عندنا مجموعات نحن المرة دي لا، نحن المرة دي دايرين وزراء القطاع الاقتصادي يجوا يقابلوا رجال الأعمال وسيدات الأعمال ويقولوا لهم دايرين منكم شنو. دي نظرة جديدة، طريقة جديدة، لأنه نحن كل حاجة حسة دي ما رضيانين عنها مستعدين نصبر عليها. نصبر عليها ليه؟ عشان الحكومة الانتقالية دي تنجح في مهمتها وتمشي قدام وتشتغل بعقل صافي ورواقة. فنحن دايرين وزراء القطاع الاقتصادي يقولوا دايرين شنو بالضبط. نحن في تصورنا في مشاكل كبيرة، في مشاكل انه نسبة الفقر في السودان عامة خارج الخرطوم 70%، ونسبة الفقر في الخرطوم حوالي 47%. فنحن لابد انه ندعم الاريا بتاعت انه المواطن دي في الظروف بتاعت التضخم يحسن الاوضاع الاقتصادية، انه يكون قفة الملاح دي سهلة بالنسبة له، ما يعني ارق بالنسبة ما تبقى. نحن عاملين انه هذه المشروعات التنموية الاقتصادية المعنية بالقطاع الخاص تبقى حظها وينعم مواطن الولايات او انسان الولايات في المقام الاول بالرفاهيه والامن والاستقرار. احنا شاكرين لحضورك معنا باشمهندس اسامه حسن الطيب مع تمنيات التوفيق. كتر الف خيركم. شكرا لك.